الحار تعال رجعنا غلبونا واحد طقينا اثنين مرتين وعلي ما يقدرون وعلي ما يقدرون ونبقى ندق عليهم بعد من هو شاي بعد بسم الله الرحمن الرحيم الف مبروك لنادي القوى الجويه والقياده التدريب واللاعبين الدوماء عليهم والف مبروك ان شاء الله وقادم افضل قادم افضل ان شاء الله شيل ابو حمدون شيل ابو حمدون اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اليوم ما قصروا لواعب قوى جويه كلهم لعبوا بغيره ان شاء الله ماكو فرق نجوم عالميين ضدهم كلهم غيره لعبوا اهم شيء رفعوا اسم العراق ان شاء الله حيكون رقم صعب هاي البطوله حتى لو احنا نريد نرفع اسم العراق تصير مقعدين كاس دوري ابطال اسيا خلي يعتزون طوبه والجمهور خلي يعتزون السلام عليكم احب اقدم النادي الاتحاد تصرفت بنزين واكل وشرب وطاقه وجيت هنا سحلت وطلعت لكم بابا تشتريدون جايين علينا وتريدون تخسرونا باي باي اتحاد رجعوا يمك صلوا وادعوا احسن لكم افضل بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء شكرا المحافظه تربيل على الاستقبال وهاي ثاني شيء عمي اريد النصر واريد ريال مدريد واريد برشلونه كلهم هنا باربي اغلبهم وعلى اغلبهم وعلى اغلبهم هذا واحد منهم ماخذ كره ذهبيه كل شيء ما سوى عمي طلعوا لي بنزيما من جيب محمود مشعان محمود مشعان وبيتك يا حبيبي قل لك كاميرا واو بنزيما السلام عليكم من قلب زورائي من قلب ابيض ما شجعت بحياتي غير الريال والزوراء واليوم شجعت الجويه اذا هم يقولون احنا الخليج فاحنا العراق باكمله كان بالملعب كل الشكر والتقدير مبروك الفوز ومبروك وان شاء الله توفيق من رب العالمين وشكرا لكم والله وداعت الزورة هذا الفوز جوية والله وداعت الزورة هذا الفوز جوية اليوم القوة الجوية قدم أداء كل جيد أمام الاتحاد السعودي اتحاد فريق الاتحاد السعودي من الفرق الصعبة والجميلة والجيدة جدا على آسيا كلها اليوم القوة الجوية فرض نفسه في المباراة أداء ونتيجة ولعب وكادر تدريبي وغلبنا الاتحاد السعودي اللي هو كانتي وبنزيمة وأقوى الفرق بآسيا قدمنا أداء ونتيجة وإن شاء الله إحنا مصرين على البطولة هاي البطولة إحنا صاعدين بيها ورقم صعب نادي القوة الجوية رقم صعب بالبطولة شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم اولا مبروك على الجويه ومبروك الشعب العراقي وكل الهلا والرحب في اللاعب الكبير ايش اسمه هو كريم بنزيما والله العظيم يزيدنا شرف ان هاي اللاعب زورنا للعراق وان شاء الله الاكثر والاكثر يجود لنا والف مبروك الجويه بارك الله فيكم والله صحيح يعني القوه الجويه اصبح فريق صعب في البطوله الاسيويه الفريق نادي القوة الجوية له تاريخه واسمه من ناحية العراق وإن شاء الله يقدمون مباريات جيدة في المباريات القادمة والله ينقصهم شوية يعني الخبرة لا أكثر ولا أقل وإن شاء الله يحترفون بأفضل الأندية وعلي جاسم مثل ذكرت لعب بالفريق التركي وبعدين صارت يعني إشكالات عالية وما أدري شنو ورجع ان شاء الله يحترفون اثنيناتهم الف مبروك اول شيء نادي القوه الجويه واتوقع يعني شلون لاعبينا كانوا على قدر المسؤوليه وكانوا بالمستوى المطلوب للتقليل من خطوره بنزيما وان شاء الله يبقون على هذا المستوى وان شاء الله رونالدو غير رونالدو يجون الاربيل ان شاء الله فوز مهم وتعرف انت تلعب ضد اتحاد فريق قوي ومدسس بالنجوم بس الحمد لله احنا الجويه ما كنا لا اتحاد ولا هاي والف الحمد لله وان شاء الله جبنا اسمه جيبونا اي واحد جويه كل شيء ماكو احنا جويه صداره كل هن ابطال عمي ردينا والفوز ويانا ردينا والفوز ويانا ردينا والفوز ويانا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ابارك لنادي القوه الجويه العريق والفوز اليوم على نادي الاتحاد وان شاء الله هذا الفوز نهديه الى بغداد وهذا الجمهور يستحق هذا الفوز واحنا ابطال اسيا بدون نزاع لا تفيدنا لا الاتحاد ولا ابو الاتحاد ولا غير الاتحاد احنا الجويه وان شاء الله نقدم ما يليق بقوه جويه بدوري ابطال اسيا ان شاء الله ناخذ بطل اسيا وان شاء الله الدوري والكاس انت شفتوا يعني فريق الاتحاد ها يعني فريق الاتحاد من 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 افضل الفرق باسيا صح ولا غلط حتى بالدوريات العربيه فالجويه يعني ما كحه يعني مو كل شيء بالفلوس يعني اقل لاعب عندنا احنا ما يجيب بنزيما عقده
288 مليار عراقي، صح لو غلط، بس احنا الحمد لله عندنا ابطال وعندنا سباع، وان شاء الله الدوري او كاس ماخذه، حتى السوبر ناخذه، ما كله ما مجلي. وشكرا لاهل اربيل ما قصروا، وشكرا على الضيافه، وان شاء الله عراق واحد، وتحياتي لقناتكم. يدللون علينا اربيل، يدللون هالسنه قافلين، شكوا فريق القلبه، ماكو منافس هالسنه. كسرنا عينه بنزيما وينه، كسرنا عينه بنزيما وينه، كسرنا عينه بنزيما وينك، بس انا بنزيما راح على راسك حيل بنزيما، دق على راسك حيل بنزيما، وتعالي هاي تعالي هاي، وتعالي هاي تعالي هاي، تعالي هاي تعالي هاي، لا صوت يعلى فوق صوت الصقور جويه. احنا اللي طبينا اكبر ملعب، نجيب الفوز وما نتعب، احنا طبينا اكبر ملعب، نجيب الفوز. الاتحاد صار فيه 133 مليون يورو، طاحن طاحن هنا، طاحن بفراس حريري. كابتن ان شاء الله، اول مره السلام عليكم قناتكم الوقره. الجويه واحد على العراق، الجويه واحد على العراق، الجويه ان شاء الله تنافس حتى على دوري الابطال. خابصين بيهم، وفريق وفريق غلبناهم، هذا حالهم. هناك هناك بالقوات غلبونا 1-0، هنا انا وشفت اللعب، فريق كله نجوم كله ابطال، وان شاء الله نفس واحد بس، هي شغله صغيره بس يعطونهم شويه الراحه، الجهد الجهد النفسي. الفوز ويانا ردينا، والفوز ويانا ردينا، والفوز ويانا. اول شيء فوز مستحق، الف مبروك على هذا الاداء، على هذا الاداء، مو ريال مدريد، لا لا، جيبونا السيتي، جيبونا السيتي.